السلام عليكم. هناك أحد الإخوة متابعي القناة الذي أرسل إلي سكرين شوت لأحد تيك توكر المغاربة الذي أحترمه بالمناسبة. وضع فيديو تحدث فيه عن القرعة الأمريكية وأجاب على 3 أسئلة. سوف يظهر لكم صورة هذا الشخص وسوف أعقب على النقاط، لأن هناك كما قلت أحد متابعي القناة الذي يثق فيه وأشكره بالمناسبة، والذي أخبرني بالتعليق على فيديو هذا الأخ. بالنسبة للناس الغير مغاربة فمع كامل الأسف فيديو هذا الشخص هو باللهجة المغربية، فلا أعتقد أن الناس في دول المشرق سوف تفهم ماذا يقصد، لكن سوف أوضح لكم باللغة العربية أو أسهل عليكم الفهم إلى حد ما. هذا الأخ وضع فيديو تحدث فيه على القرعة الأمريكية، وتحدث على من هي الفئات التي يمكنها التقديم على القرعة الأمريكية، ومن هم الناس الذين لا يمكنهم التقديم على القرعة الأمريكية، والتوقعات عند أصحاب القرعة الأمريكية. على ما أعتقد أن هذا الشخص لم يأتي الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق القرعة الأمريكية، وعنده مفاهيم قليلة بالنسبة للقرعة الأمريكية، فأقولها صراحة، لأن هناك أشياء سجلتها لا دراية له. مع كامل الأسف هذا ليس انتقاد لكن نقاش، خصوصا فيما يتعلق بموضوع الانتخابات الماضية. الانتخابات الماضية علق على أمر ربما لا يفهم محتوى هذا الأمر. فعلى كل حال، هذا الأخ المغربي تحدث على ما هي الفئات التي يمكنها أن تقدم على القرعة الأمريكية. قال أن أمريكا بلد فرص، هذا صحيح، بالرغم من التضخم، بالرغم من غلاء، بالرغم من كل شيء، أمريكا ما زالت بلد فرص. أي شخص مهاجر سمحت له الفرصة دخول الولايات المتحدة الأمريكية من السهل عليه الحصول على عمل. أقولها بصراحة، لماذا الناس تهاجر؟ الناس تهاجر بالدرجة الأولى لدافع اقتصادي وهو المال، البطالة. سبب هجرة العديد من الشباب وسبب هجرة العديد من الناس من بلداننا العربية هي البطالة. الناس تبحث عن فرصة عمل، الناس تريد يعني مستقبل أفضل لها ولأطفالها إن شاء الله، فلذلك الناس تهاجر، سواء أمريكا سواء كندا سواء أوروبا سواء أي دولة على أرض يعني هذه الكرة الأرضية. فالناس تهاجر لسبب أول هو الدافع الاقتصادي، تريد فرص عمل، تريد مستقبل أزهر زاهر، تريد مساعدة الأهل في بلدان يعني العربي وهكذا. فهذا هو السبب. فبالنسبة لأمريكا نعم هناك فرصة عمل، مهما كانت الانتخابات، مهما كان الرئيس الذي يحكم أمريكا، مهما كان الصراع السياسي، أمريكا ما زالت فيها فرص عمل. الناس قدمت بعد أحداث 11 من سبتمبر وجدت عمل، بالرغم من أن ذلك الوقت كان صعب، صعب جدا. أعلم العديد من الناس الذين قابلتهم منذ قدوم الولايات المتحدة الأمريكية، هناك من غادر لأن كان هناك يعني استقطاب لأفراد الجالية العربية والإسلامية في أمريكا. هناك من غادر، كان متخوف على حياته في بعض الولايات، ولكن بالرغم من ذلك هناك أناس قدموا مع يعني ضربة، وبالرغم من ذلك الآن هم في أمريكا، يعيشون في أمريكا، اشتروا منازل، هناك من يشتغل، هناك من فتح مشروع، هناك من لديه بيزنس، وهكذا هذه الحياة. فبالنسبة لفرصة العمل أمريكا ما زالت فيها فرص عمل، وأتفق مع هذا الأخ في هذه النقطة. النقطة الثانية والتي نصح بها الناس أنه إذا كنت تنوي القدوم لأمريكا وتشتغل أي عمل وتبقى عبد لذلك العمل، فلا ينصح الناس بالقدوم. هنا سأفتح قوس لأسأل هذا السؤال: كم عدد المهاجرين الجدد الذين يدخلون الولايات المتحدة الأمريكية ويشتغلون في وظائف تمكنهم من العيش الرغيد أو العيش بسعادة أو دخل ربما ميدل كلاس؟ لا يمكن،
لا يمكن، أقولها بصراحة، كم عدد المهاجرين الجدد الذين دخلوا الولايات المتحدة الأمريكية وحصلوا على السكس فيجر، يعني 100,000 دولار في الشهر، 120,000 دولار في الشهر وهكذا؟ لا يمكن، هذه حقيقة. فإما أننا ننصح الناس بالواقع، إما أننا نتخلى على بعض الشروحات التي توهم الناس ببعض الأمور المغلوطة. أي إنسان قادم الولايات المتحدة الأمريكية كمهاجر جديد يعلم أنه عليه قبول أي عمل، أي فرصة عمل سنحت له، ويشتغل ويكد ويبحث على أفاق أخرى. هل يريد إضافة عمل ثاني؟ هل يريد التحاق بمدرسة؟ هل يريد الحصول على يعني تكوين في حرفة، مثلا إلكتريشن يعني كهربائي، بلامر وغيرها من المهن، أم يريد الذهاب إلى الجامعة؟ هل قدم هذا الشخص ولديه مستوى دراسي مثلا إجازة ويريد يعني الحصول على ماستر دوغري، أو لماذا الحصول على PhD؟ هل لغته الإنجليزية تساعده؟ فليعلم الجميع أن الأغلبية الساحقة التي تأتي عن طريق القرى الأمريكية، الأغلبية الساحقة مستوى اللغة ضعيف، مستوى اللغة ضعيف. فكيف تخبر أناس أنه لا يجب عليك القدوم إلى أمريكا إذا كنت تنوي فقط البقاء في عمل ما وتعيش تأكل تنام وهكذا؟ لا أحد يرغب في هذه الحياة، لكن هذا هو الواقع. إذا طورت أنت من نفسك، أنت من تشاهد الآن، إذا طورت من نفسك، إذا حصلت على فرصة عمل في هذه الفرصة أو في هذا المكان من العمل فيه ترقية، فيه يعني طلوع سلالم، طلوع يعني مرتبة في الشغل، هذا أمر جيد. أما هناك أناس، لا أكذب هذا الشخص، لكن هناك أناس قدموا 20 سنة، 25 سنة، ما زال يشتغل نفس المهنة، نفس المهنة بدون أن يغير من وضعه. وهناك الغالبية الساحقة متزوجون، فالأمر صعب، الأمر يعني صعب. النقطة الأخرى أنه يقول أنه إذا جئت متزوج، يعني مهاجر متزوج ولديك أولاد، يمكنك التقديم على مساعدة. أخي صاحب الفيديو وأخي من يشاهد هذا الفيديو، أي شخص يفكر أنه إذا قدم الولايات المتحدة الأمريكية هناك مساعدة حكومية، فليعلم أن المساعدة الحكومية تدفع على أساس الدخل. إذا كان هذا الشخص ينصحك بأنك يجب أن تغير حياتك، فيجب الابتعاد عن المساعدات الحكومية، لأن المساعدة الحكومية تعطى للو إنكم. هل ستبقى 20 سنة لو إنكم أو 25 سنة لو إنكم حتى يعني تعتمد على المساعدات الحكومية؟ العديد من الناس ظروفهم صعبة ولم يتمكنوا من الحصول على قسائم الطعام الفود ستامبس، ولم يتمكنوا من التأمين. هناك ولايات لا تحصل على التأمين إلا بعد 5 سنوات. فنصيحتي أو أن أنصح الناس بأنه حتى إذا جئت متزوج هناك مساعدات، لا، المساعدة تعطى إذا كان لديك أطفال، ويؤخذ بعين النظر دخلك. هل تعتقد أن دخلك سوف يبقى مثلا 40,000 دولار 20 سنة من الآن؟ إذا كنت تعتقد وتخطط لأن لكي تستفيد فقط من المساعدة الحكومية، ففي هذا الوقت هنا أتفق مع هذا الأخ أنه ليس عليك القدوم إلى أمريكا. أقولها صراحة، تأتي لأمريكا لأنها فتحت لك باب الفرص، جئت لأمريكا فيها فرص، عليك تغيير نفسك، عليك تغيير نفسك. ليس سهل، ليس سهل في أي دولة، ليس سهل. أما أن تأتي لأمريكا ويتم إخبارك أنه في 5 سنوات سوف تصبح أرقامك، دخلك مرتفع، كيف؟ كيف؟ أريد أن أفهم هذا الأمر، كيف؟
أريد نصيحة من هذا الأخ، كيف أرقامي سوف تصبح 6 فيجر بعد 5 سنوات، ما عدا إذا كان إنسان لديه مثلا تجارة إلكترونية أو مشروع. أما أن يأتي ويشتغل براتب الساعة، براتب الساعة، فلا أعتقد أنه سوف يحصل على 6 فيجر، لا أعتقد. يعني شخص قدم إلى أمريكا، اشتغل في غاز ستيشن، محطة بنزين، اشتغل في فندق، اشتغل في ويرهاوس، سوف يحصل على 6 فيجر إذا أصبح مانجر. يمكن للمهاجر أن يصبح على 6 فيجر إذا مثلا حصل على شهادة، أوكي، وتدرج، درس، يعني مثلا درس التمريض، يعني الار ان ريجستر نيرس لا تحصل على 6 فيجر، مع العلم انها درست 4 سنوات تمريض. فهذه الامور اريد ان اشرحها لكم اخواني اخوات، يجب ان تفهموا هذا الامر، لان هناك العديد من الناس. هذا هو السبب الذي دفعني الى عدم وضع فيديوهات عن القران الامريكي، لان الكل يفتي، الكل يفتي. هناك اناس قدموا عن طريق تاشيرات اخرى يفتون الان في القران الامريكي، فلذلك شخصيا توقفت عن الحديث في القران الامريكي. هذا اول شيء. ثاني شيء، بالنسبه للناس الذين ياتون في سن متقدم، يقول هذا الشخص انه الامر عادي، قدمت في سن 50 سنه يمكن ان تعمل، الامر عادي. اوكي، يجب ان يعلم الناس انه كلما كان انسان الفائز في القرعه الامريكيه صغير في السن، كل ما كانت الافاق امامه كبيره. كل ما كان انسان بعد الاربعينيات من عمره او الخمسينيات، الامر صعب. سوف اشرح لكم لماذا. اولا، لكي تحصل على ما يطلق عليه بالسوشيال سيكيورتي، بمعنى انه كنوع من التقاعد، ليس البنشن، كنوع من التقاعد. يعني مثلا حينما يصل الانسان لسن التقاعد سوف يتوصل بدفعات شهريه، اوكي، شبيهه بالتقاعد، اوكي، لان البنشن غالبيه الوقت يوجد في بعض القطاعات او في القطاع الحكومي، هذا هو الذي فيه تقاعد، بنشن. اما الغالبيه الساحقه التي اعرفها شخصيا تعتمد فقط على الاقتطاعات التي تقتطع من الدخل وتذهب الى يعني الضمان الاجتماعي، بهذا اللغه الضمان الاجتماعي. فلكي تستفيد من هذه الدفعات يجب ان تشتغل 10 سنوات في الولايات المتحده الامريكيه ويكون عندك رقم من النقاط، لا اتذكر 47 نقطه 48 نقطه. فهذه الامور يجب فهمها اخواني اخواتي. ليس اي شخص قدم الولايات المتحده الامريكيه مثلا في سن 50 سنه يمكنه العمل، لا اقول انه لا يمكنه العمل، يمكنه العمل، لكن يعلم، يجب ان يعلم انه الان في امريكا هناك مطالبه بالرفع من سن التقاعد في امريكا. هناك مطالبات ان يتم رفعه ل 70 سنه، الان اعتقد 67 سنه. فاذا كان شخص الان في امريكا، الان يسمعني في امريكا، وينوي التقاعد في سن 60 او 62، بالطبع ما سوف يحصل عليه من الضمان الاجتماعي سوف تكون نسبته اقل، سوف تكون نسبته اقل، لانه لكي تحصل على 100% يجب ان يكون سنك بعد 67 وليس 60 وليس 59. هذه الامور اخواني اخواتي يجب فهمها. كلما قدم الانسان في سن متقدم الامر شيئا ما صعب. هذا لا اقول، اسطر، لا اقول انه لا يمكن العمل بعد سن الخمسين او بعد سن الاربعينات، لا، فرص العمل متوفره، هذا الامر تحدثنا عليه من بدايه الفيديو وهو البيسك الاساس، فرص العمل متوفره. لكن يجب ان يعلم انه لكي يستفيد من الضمان الاجتماعي من السوشيال سيكيورتي عليه العمل، هذا اول شيء. ثانيا، عليه ان يفتح صندوق ادخار ثاني كالفور 1 كي، بمعنى اقتطاعات اخرى من الدخل، حتى ان شاء الله لما يتقاعد الانسان على الاقل يكون له رقم او مدخول، ربما سوف يساعده في العيش اذا اراد العوده الى بلده، لانه حاليا
أقول حاليا هناك أناس في أمريكا أمريكيون سنهم 70 سنة 75 سنة يحصلون على ضمان اجتماعي 800 دولار 700 دولار 900 دولار. كيف يعقل لشخص سنه 67 68 70 سنة أن يعيش ب 900 دولار أو 1000 دولار أو 1200 دولار؟ لا تكفي حتى الإيجار، فما بالك بالأكل، ما بالك بالأدوية، لأن الإنسان متقدم في السن، لا سيما أن الأكل في أمريكا أكل كله اصطناعي، الغالبية الساحقة لديها أمراض، داء السكري، السرطان، هناك العديد من الأمراض. هذه الأمور يجب وضعها في الحسبان يا إخواني أخواتي، يجب وضعها في الحسبان. هل هذا الأمر يمنعكم من الدخول؟ لا، أنا لا أمنع أي شخص من الدخول، لكن يجب أن يفهم الناس هذا الأمر، يجب أن تفهم هذا الأمر، وليس أي شخص يفتي، هذا واقع. أوكي. الآن هذا الشخص تحدث على الناس الغير مطالبين بالتقديم على القرعة الأمريكا، في هذه النقطة أتفق معه مرة أخرى 100%. أنت من تشاهدني الآن وهذا موسم أو يعني التقديم على القرعة الأمريكا، إذا كنت لا يعني تحمل أو ليس لديك شهادة البكالوريا أوكي أو الثانوية العامة كما يطلق عليه في الشرق الأوسط، لا يجب عليك تقديم على القرعة الأمريكية، لأنه يوم المقابلة يوم دخولك إلى القنصلية الأمريكية أو السفارة الأمريكية القنصلية الأمريكية في بلدك، أنت مطالب بتقديم شهادة، لأنها من بين الوثائق المطلوبة يوم المقابلة. أي شخص لم يدلي الإقصاء، هذه حقيقة لا يمكن نكرانها، ونفس الشخص أكد لكم هذا الأمر. سوف يأتي شخص ويخبرني بأنه على الموقع الرسمي هناك إمكانية سنتين من التجربة. أولا سنتين من التجربة خلال الخمس سنوات الماضية في مهنة توافق عليها وزارة العمل الأمريكية، لأن هناك موقع يمكنكم الدخول لذلك الموقع، يمكنكم كتابة المهنة التي تزاولها الآن ولديكم تجربة فيها، أنا ذاك سوف يعطيكم التقييم. إذا لم تتوفر فيك شروط تقييم، وهناك فيديو وضعته سنة 2017، دخلوا على القناة سوف تجدون هذا الفيديو. إذا لم تتوفر فيك الشروط المطلوبة، تذكر أنه لا أساس لك ولا لديك حظ الفوز بالقرعة الأمريكية، لأنهم لا يخونون سنتين من التجربة في أي مهنة، في مهنة لها هدايا تقييم مقبولة من طرف وزارة العمل الأمريكية، آنذاك يمكنك الذهاب إلى المقابلة والجلوس ومناظرة ضابط الهجرة وإقناعه. أما إذا كانت لديك شهادة البكالوريا فالأمور تكون أسهل. الآن بالنسبة للتوقعات، يعني هذا الأخ شرح التوقعات وشرح بعض الأمور التي مغلوطة عند العديد من الذين يقدمون على القرعة الأمريكية، وفي هذه النقطة أتفق معه 100%. ما هو المشكل؟ المشكل هو أنه هناك العديد من الناس الذين يقدمون على القرعة الأمريكية بشكل سنوي، لا يتم اختيارهم لأنها قرعة، وقلتها مرارا هذا حظ. هناك أناس قدموا أول مرة تم انتقاؤهم، هناك أناس قدموا من التسعينيات منذ صدور القرعة الأمريكية في سنة 1995 لم يفوزوا، هذا حظ فقط، يجب الإيمان بهذه الأمور حظ. هل عدم انتقائي في الفوز نهاية العالم؟ لا، نعم أعلم أن هناك أناس ومررت بهذه التجربة، يعني الحياة تصبح مظلمة أمام الإنسان لأنه يبني آمال على القرعة الأمريكية. فلذلك كما نصح هذا الأخ وأنصحكم شخصيا، أنه حينما تقدم على القرعة الأمريكية يجب نسيانها، يجب نسيان أنني قدمت على القرعة الأمريكية، يجب أن أستمر في عملي،
يجب أن أستمر في دراستي إذا كنت طالب. أما أن تغادر عملك لأنك لديك قناعة بأنك سوف يتم اختيارك، أو أنك تغادر دراستك لأن البلد لا تهمك، بطالة كذا كذا كذا، وأنك لديك إحساس أنه سوف يتم انتقاؤك، فأنت على غلط. هذا أول شيء. ثاني شيء، حتى لو تم انتقاؤك ليست هناك ضمانات أنه سوف تحصل على التأشيرة. يجب أن يؤمن الناس أنه ليس عليه ترك عمله وليس عليه ترك دراسته إلا بعد أن يتم ختم الجواز بالتأشيرة. عدا ذلك لا تخبرني رقم صغير رقم كبير وهكذا، لأنه حصلت سنوات توقفت يعني المنادات على الأرقام الفائزين في أرقام صغرى لعدة أسباب، ليس فقط لأن رقم 80,000 يعني حظوظي ضئيلة، لا، هناك سنوات توقفوا في أرقام لا أحد كان يتوقع أن يأتي وباء ويتم توقيف 30,000 مثلا، رقم 30,000 أو 32,000. وشرحت لكم أن لدي أصدقاء عندهم المقابلة اليوم الموالي غدا، يذهبون للمقابلة في مارس، يتم إخبارهم بأنه سوف يتم التواصل معهم في أجل لاحق، وفقدوا يعني الحظوظ 2021، فقدوا الحظوظ ولحد الآن ينتظرون حكم، لأن هناك دعوة قضائية بخصوص هؤلاء الفائزين في قرعة 2020 وقرعة 2021. فلذلك نصيحة، قدم على القرعة الأمريكية كل سنة، سواء تم اختيارك سواء لم يتم اختيارك، وصلت إلى يعني الأشواط النهائية، حصلت على التأشيرة، مبروك عليك. لكن أن تترك عملك تترك دراستك لأنك فقط تعلم أنه هناك حظوظ أنه يتم اختيارك، هذه الأمور كلها مغلوطة. الجواز غير مطلوب، تقريبا سنتين وثلاث سنوات الآن الجواز سفر غير مطلوب، لأن هذا السؤال يريدني العديد من المرات، الجواز غير مطلوب. أوكي. الآن أختم بالنقطة التي تحدث فيها هذا الأخ والتي لها علاقة بالانتخابات، لأنه قال شخص ما أخبره أن الانتخابات تلعب دورها، وأنه ترامب أوقف القرعة الأمريكية سنة الانتخابات. أريد أن أوضح لهذا الأخ وللناس الذين ربما لا تعلم، القرعة الأمريكية في سنة 2020 يعني حقبة ترامب، آخر سنة من عمر ترامب، حكم ترامب، جاء الوباء وقف يعني دونالد ترامب بقرار يعني رئاسي دخول المهاجرين الغير شرعيين بسبب أنه ربما يحملون الفيروس معهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني مرر قانون البقاء في المكسيك بالنسبة للمهاجرين الذين يريدون التدفق على الولايات المتحدة الأمريكية لأنهم ربما يحملون الفيروس إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر لا علاقة بالانتخابات، ليس بسبب الانتخابات دونالد ترامب قام بهذا الأمر، قام هذا الأمر انطلاقا من مشكل الوباء. نتفق مع لا نتفق مع، هذا هو الواقع، لكن لم يقم ب يعني مثلا قال أنه يجب إغلاق الحدود لأن سنة الانتخابات، لا. فلذلك أقول دائما حاولوا التأكد من المعلومات، لأن هذا الشخص تحدث وفي الأخير يقول يطالب الناس بكتابة يعني التعليقات لكي تشرح الناس الأمر. فلذلك أقول لماذا الإنسان يعلق على موضوع ربما دراية أقل بذلك الموضوع. الانتخابات في سنة 2020 لم تؤثر على القرى الأمريكية، أثرت على الهجرة لأمريكا بصفة عامة. دونالد ترامب وقف الهجرة إلى أمريكا بسبب الوباء، لا تحدث على السياسة الأخرى، أتحدث على سنة 2020 التي كانت سنة انتخابات. هذا الأمر وقع في مارس 2020، ليس في نوفمبر 2020، في مارس.
لذلك العديد من الفائزين في القرعة الأمريكية في سنة 2020 لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات. وفي نفس 2021 حكم بايدن، العديد من الناس يعني تأثر. فسنة الانتخابات 2020 لم تمنع القرعة، منعت الهجرة، أو دونالد ترامب منع الهجرة إلى أمريكا. هذا فقط لوضح لكم هذه النقاط. أتمنى من هذا الأخ إذا كان يشاهد هذا الفيديو أن يفهم قصدي، أنني لا أنتقده، لا أشتمه، لا يعني أقلل من مقامي أو مكانتي، أعز هذا الشخص، لكن هناك أمور يجب أن يكون إنسان ملما بها. ليس علي الانتظار المشاهد أن يخبرني برأيه. إذا تحدث في موضوع فأريد من الموضوع أن أتقاسمها مع الناس وأطالب الناس بالتعليق على الموضوع. أما أن أتحدث في موضوع وأطالب الناس بشرح رأيك أو فهنا المشكل. فأتمنى أن يحترم هذا الشخص رأيي، لأنني كما قلت لا أنتقده ولا أقلل من قيمته، لكن وضحت أمور. كما قلت هناك أمور متفق معها 100%، وهناك أمور يعني نقول يعني بكلير، نكون صراحة، كان مخطئا فيها. شكرا لكم.